اعمل شغلك يا جعفر. انت كنت رايق يا ماما. ايه اللي شغلك يا نور عين امك؟ واد سيف تاني برضو سيف ماله؟ كنت حكي لك انا اما الواد ده اتولد ملقاش ابوه، امه اللي مربيه وقعد عنده في الشقه، باب خبط الواد بيفتح لقيت بالهلشامة. ايه بالهلشامة؟ يا امه بالهلشامة، الهلشامة اللي بدور عليه عمري كله، جريت وراها عربية خبطته مات. يا لهوي. مات بعد ما قال لي ان ابنك عايش. بجد؟ بس ما قاليش مكانه فين، وكأن الدنيا مسلطة عليها بالهلشامة لتعذيبي. سألت سيف قلت له تعرف الراجل ده منين وجاي لك ليه؟ قال لي ان امه الله يرحمها قالت انه قريبه من بعيد وهو ما يعرفوش. خدت الواد وطلعنا على اسكندريه على خالته، قلت له ما اعرفش حد اسمه بالهلشام. منين قريبهم؟ من لا الواد ولا خالته يعرفوا. مش الواد سيف ده ابني يا امه، ربطه غريبه، ومكتوب باسم جده، في حاجة بينه وبينه وبين بلال شامة وقريبه، والواد ما يعرفوش ولا خالته تعرفه. بلال شامة اللي بدور عليه العمر كله ولا هي شقته. مش ربطة غريبة دي؟ أنت شاكك إن هو ابنك يا جعفر؟ ولا نفسك يكون ابنك؟ شاكك. شكك ونفسي يا امه، شكك ونفسي. مش يمكن سيف ده يكون مزقوق عليك يا جعفر؟ سيف لا، ما تزعلش من اللي انا هقوله لك يا جعفر. ما تخليش شوقك لابنك يخليك تفكر غلط، ما تخليش حبك لسيف يخليك تفكر انه هو ابنك. يا ابني عيش حياتك بقى وسيبها لربنا، لو ربنا رايد يرجع لك ابنك هيرجعه لك. عارف ستي الله يرحمها كانت دايما كده، لما تيجي حاجه تضيع مننا تقول لنا اللي تبطل تدور عليه هيتلقى لوحده. الله يرحمها ستك، انا قصدي على حاجه ضايعه، ربنا اللي ضايع. طب بقول لك ايه، انا في موضوع تاني عاوز اكلمك فيه يا جعفر. خير؟ عايده حامل. فين الموضوع ده؟ هي قالت لك جعفر؟ ربنا فين الموضوع ده؟ خلاص.